مشاهدينا الكرام صباح الخير، احييكم ووصلنا الان لفقرتنا الاخباريه اللي هنناقش فيها اهم الاخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعه من الصحف والمواقع الالكترونيه. بيسعدني ان يكون معانا النهارده الدكتور رضا فرحات، محافظ الاسكندريه والقليوبيه الاسبق. دكتور رضا بتنورني دايما. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير. هنبتدي جولتنا الاخباريه بهذا الخبر، حيث رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر أمس الجمعة بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة باعتباره خطوة هامة تسهم في توفير الحماية للمدنيين من أبناء الشعب السوداني الشقيق وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة وتسهيل عمليات الإجلاء. دكتور رضا، يعني مع توقيع هذا الإعلان، إعلان جدة، والسودان حددت أنه هناك مطارين، واحد في بورت سودان وواحد آخر سيدنا حاجة مش فاكرة اسمه بالتحديد، لكن ما زالت الاشتباكات على الأرض. يعني أوكي، انتوا حددتوا اثنين علشان يدخلوا المساعدات الإغاثية والإنسانية، لكن على أرض الواقع ما زالت هناك اشتباكات. الوضع في السودان شائك طبعا جدا. أولا بنؤكد أن مصر طبعا كانت حريصة منذ اندلاع الأزمة ما بين الجانبين أنها تلتزم موقف الحياد، وتؤكد على عدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني، وتؤكد أن ضرورة أن الدول كلها ما حدش يتدخل في الشأن الداخلي السوداني، ودي من الأساسيات أو المنهجيات اللي بتتبعها الدبلوماسية المصرية. طبعا في بداية الأزمة كان حصل وجود القوات اللي بتتدرب هناك، بتدرب السودانيين، الإخوة السودانيين هناك، ومصر تعاملت مع الموضوع بحكمة بالغة. نيجي بقى للنزاع نفسه القائم. طبعا صعب السيطرة على الوضع هناك، لأن القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، النزاع كله معظم مناطق الاشتباكات في الخرطوم. يعني قوات الدعم السريع بدايتها طبعا كانت في دارفور، محمد حمدان دقلو حميدتي اللي هو نائب الفريق البرهان المفروض، نائب رئيس المجلس السيادي، نائب رئيس المجلس السيادي. فطبعا هو نشأته أصلا كانت في نتيجة الصراعات والأزمات اللي كانت موجودة في دارفور. يمكن أنا الدكتوراه بتاعتي في أزمة دارفور وانعكاسات على الأمن القومي المصري، كنت عاملها في 2010، وهي يعني مسقط رأس حميدتي أيضا. لأن دارفور هي الإشكالية هناك، يعني كانت جامدة جدا. الحكومة السودانية في ذلك الوقت كانت منشغله في الجنوب، في قبل انفصال الجنوب، في النزاعات اللي كانت موجوده في الجنوب، اضطرت انها تجيب الميليشيات وتدعمها، اللي هي الجنجاويد اللي هي بيمثلها حاليا محمد حمدان، سموها الدعم السريع. وانخرطت شويه انها تصبح قوات شبه نظاميه، ثم مع بدايه عزل البشير في 2019 ابتدت تدخل وتنضم الى جانب القوات المسلحه السودانيه، تصبح جزء، وادوا لحمدان دقلو رتبه عسكريه. فطبعا ده خلق مع انه راجل غير عسكري خالص. خالص، هو من قبيله اسمها الروزيكات واصوله عربيه طبعا، لكن الوضع كله انه كان راعي ابل يعني في الاخر، لكن بقى له وضع عسكري وبقى لهم تواجد جوه الخرطوم، وده اللي عامل يعني يزيد الامر حده. يعني لما كانت الاشتباكات مثلا في الجنوب او في الغرب تبقى منطقه انت ادرس، لكن انت في وسط المدينه وفي وسط العاصمه فصعب السيطره عليها جدا. يعني ان كمان لو تم يعني الضغط على حمدان، هو اصبح عنده سلاح وعنده افراد وعنده عدد من القوات، وابتدى ليه علاقات مع دول من دول الجوار، ابتدى ليه قوات بتحارب في اليمن، ابتدى في عنده ثروه جبل الذهب اللي موجود وهو اللي مسيطر عليه، فده خلق له نوع من الثقه العسكري والثقه السياسي. ف يعني المحاولات ايقاف اطلاق النار السابقه طوال، يعني احنا بقى لنا دلوقتي النزاع حوالي 4 اسابيع او اكثر،
يعني بقت كلها بالفشل ومنجحتش. إعلان جدة إن شاء الله يعني نأمل كل العالم بيرحب بيه وكله، لكن بنؤكد إن هو لازم يصل إلى حل لوقف النزاع العسكري. هو الإعلان جدة السبع مبادئ بتوعه كلهم قائمين على ضمان الحرية للمدنيين، ضمان عدم تجنيد الأطفال، ضمان وصول المساعدات الإنسانية، مستشفيات، يعني كلها خاصة بالعادة، مع أن تبقى في جولات تانية للمفاوضات عشان نوصل لإطلاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الكلام ده. أي ضغط على فصيل الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دكرة هيخليه ينسحب ويتجه يعني إلى دارفور ويتحصن هناك، وده هيخليه مش هيوقف النزاع. يعني السودان قدامها فترة على بال ما تتعافى من هذا الموضوع. طبعا ده التخوف ان هو تبقى دارفور دي منطقة بقى منعزلة لوحدها، او ممكن نلاقي على مدار تنفصل، تنقسم، يعني انا مش عايز اقولها، يعني هي النزعة الانفصالية موجودة في السودان، يعني الجنوب انفصل ودارفور دي غرب السودان، المفروض تبقى دولة يعني. نعم. ده كان اتجاه موجود، وعشان كده برضو كان الـ البشير بيحاول ان هو ناهيك بقى ان الاساس النزاع كان في دارفور، كان نزاع عنيف جدا وكان فيه مذابح وفيه مشاكل، فالطبيعه القاسيه للفصيل اللي بيحارب الجيش السوداني برضه فصيل مش سهل، مش يعني متمرس في الحرب العصابات وحرب المدن والكلام ده، فهيبقى الموضوع هياخد وقت، وهو تحصن برضه مع المدنيين ودخل جوه المنازل ومش عارف ايه، فده مصعب المهمه. صحيح. على القوات المسلحه السودانيه. دكتور رضا، يعني حضرتك يعني ذكرت لي ان انت عامل رسالتك عن دارفور، انا في حته كده انا مش فاهماها في السودان، يعني في جيش معروف وجيش نظامي اللي هو برئاسه الفريق البشير، عفوا البرهان، والدعم السريع يعني بيقول لك ان الجيش ده قوامه 110 والدعم السريع قوامه 100,000، يعني بمفهوم الجيوش، يعني الجيوش بتبقى ليها نظام ورتب وتدريبات معينه و و طيب الدعم السريع ده تواجده في السودان كان يعني شكله ايه؟ بيتدربوا في معسكرات ايه؟ يعني دول طبعا كلهم بقى ناس كده من غير رتب، يعني مش هلاقي مثلا واحد ملازم، واحد عقيد، واحد يعني مش مفهوم القصه برضو. هو حميدتي كان بيدعم الفريق البشير، فريق عمر البشير رئيس الجمهوريه السابق. نعم. وانقلب عليه في 19 وانحاز الى الثوره اللي كانت موجوده في السودان، وانحاز الى الفريق البرهان باتفاق طبعا داخلي، لان كان صعب طبعا ان يتم عزل عمر البشير بسهوله بدون ما تكون قوات الدعم السريع ليها اشتراك معاه. فبالتالي حصل اتفاقيات ودخل الدعم السريع ودخل ودعم بقوات نظاميه من الجيش السوداني، وكان بيحصل له تدريب معاهم ويعني بيتدربوا مع بعض. ولذلك حتى في بدايه الازمه الفريق البرهان دعا ضباط الجيش السودانيين اللي موجودين داخل قوات الدعم السريع للانسحاب. بالعكس، الدعم السريع موجود له تواجد جوه المطار الخرطوم وجوه المطارات وجوه القصر الرئاسي، مشترك في التأمين مع الجيش السوداني، وده اللي صعب المهمة. صحيح. على الجيش السوداني ان هو يقدر يطلعه بره الخرطوم. مشكلة. طبعا الموضوع هيطول، مش هيبقى برضه في كلام بيتقال ان في ناس مقاتلي فاغنر روسية بيشاركوا معاه، ده لسه برضه معلومات بتتقال، لكن نأمل. ولم ينكرها الفريق البرهان، يعني لما تسأل السؤال ده يعني ما أنكرش، ولا ده بينكرها ولا ده بينكرها، يعني ما فهم ساكتين، يعني ما فيش يعني. وطبعا اتقال برضو ان في دعم بيجيله من ليبيا من عند الفريق حفتر. نعم. طبعا الدول المجاورة يعني لليبيا مشاكلها كتير، للسودان وخاصة المتاخمة لدارفور، ليبيا وتشاد دولت يعني ملاصقين، وحدود تشاد مع السودان 1000 كيلو، واحنا برضو حدودنا مع فالموضوع صعب وشائك يعني. نتمنى كل الخير، يعني ده دي امنياتنا يعني.
طيب انتقل الى خبر اخر، حيث قالت هايكا هارمرغرت المديره التنفيذيه لمنطقه جنوب وشرق المتوسط بالبنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه، قالت ان البنك يعمل عن كثب مع الاتحاد الاوروبي لدعم مشروعات الهيدروجين الاخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما يجري العمل من أجل إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر بمصر بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول. كان مجلس الوزراء قد أعلن عن استهداف هذه المنظومة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر المرتقب إعلانها رسميا، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2025. 2025 لما هقف عند هذا العام، يعني احنا بنتكلم على بكره في عمر الاوطان، 2025 ده بكره، مش لسه كمان سنتين. فان انا لما الاستراتيجيه الوطنيه اوصل في الناتج المحلي من 10 ل 18 مليار دولار، ده بيديني مؤشر او مدلول انه ان احنا خلاص رايحين للبيئه النظيفه، يعني التحول للبيئة النظيفة أسرع مما يتخيله المواطن. البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بيتعاونوا مع بعض في مجال تحول الطاقة النظيفة طبعا، وإيجاد بدائل للطاقة الوقود الأحفوري والكلام ده، تمشيا مع ما نتج من مباحثات وقرارات في قمم المناخ السابقة، وأخيرا قمة المناخ كوب 27 اللي كان في شرم الشيخ. ويمكن أنا تصادف الحلقة بتاعتي كانت هنا برضو، كنت بعلق على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، كانت في نوفمبر 2022، وكان إطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع بلجيكا، وخلالها الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أو أعلن إطلاق المرحلة الأولى لمصنع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة. طبعا احنا عايزين نتحول مصر طبعا بحلول عام 2025، نزود الناتج المحلي وكمان نصبح مصدر للتصدير للدول المجاوره لافريقيا ولاوروبا والكلام ده. فده خلانا الموقع المتميز لمصر والمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، والهيدروجين بيحتاج ميه طبعا، لازم يبقى فيه لانه بينتج من التعامل من تحليل المياه بطريقه معينه كهربائيه، وبيحتاج طاقة نظيفة تشغله، طاقة الرياح أو طاقة شمسية، وده الاتنين متوفرين عندنا. فده خلق لنا عدة مميزات إن احنا نقلل التكلفة بتاعته، لأن ما زال برضه تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر قوية جدا وعالية جدا، واحنا بنحاول إن احنا نوصل إلى ناتج كبير عالي مع تقليل التكلفة في المستقبل. فيمكن عندنا أكثر من 19 مذكرة تفاهم تم توقيعها مع الـ عدة شركات وعدة جهات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية. عندنا في تحالفات إماراتية، سعودية، مصرية، إنجليزية، فرنسية، يمكن في 12 شركة موقعين فعلا بدأوا في هذا الموضوع في المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع شركات مصريه، ودي كان عندنا حسن علام وعندنا اوراسكوم، ومن الشركتين الكبار موقعين تحالف في انشاء المصانع والحاجات اللي هتنتج الهيدروجين الاخضر. فنامل ان شاء الله ان هذا الموضوع ياخد شكل كويس جدا ويتطور. الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه ووزاره الكهرباء ووزاره البترول بيدعموا هذا المشروع بشكل كامل. الدولة كلها بتتجه إلى هذا الموضوع. عايزين نؤكد للعالم أن ما نتج عن قرارات القمة المناخية كوب 27 مصر من أول الدول اللي بدأت تطبقها. احنا ارتفاع الناتج المحلي ده هيقلل لنا برضو في موضوع الطاقة، ويقلل حتة الاستيراد، هيساعدنا أن احنا نوفر ونصدر غاز. الهيدروجين الأخضر بيدخل بعد كده بيتخلط بالغاز بيبقى بيستخدم في الوقود. فكل ده من الامور طبعا المهم جدا ان احنا نحافظ، بالاضافه ان احنا نحافظ على المناخ بتاعنا والجو بتاعنا والدنيا تبقى كويسه. طيب عايزين نتكلم بقى شويه عن الحوار الوطني.
حيث تجرى الاستعدادات لانطلاق جلسات الحوار الوطني خلال الساعات القليلة القادمة. ستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد الثلاثاء الخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها. ستشمل القضايا الأولى للأسبوع القادم النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منها تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وتحدي التعاونيات، كما يشمل جدول الأسبوع مناقشة برامج الحماية الاجتماعية، صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، قضايا الولاية والوصاية على المال، وقضايا الهوية الوطنية. ويقول الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن إعلان مجلس الأمناء تقي مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقترحات يعكس الحرص على توفير كافة الآليات لتهيئة المناخ حول المشاركة الوطنية الموسعة وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف المصريين لضمان الوصول المتكافئ وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي والتعرف على مشاكل المواطنين ومطالبهم. دكتور رضا، حضرتك تابعت الجلسة الأولى أو الجلسة الافتتاحية؟ تابعت طبعا، وانا بحكم برضو ان انا نائب رئيس حزب المؤتمر، فاحنا مشاركين في الحوار الوطني ومتقدمين بمقترحات من في هذا الموضوع. الجلسه الافتتاحيه طبعا كانت من يعني ما كناش متخيلين انها كانت هتبقى بهذا الزخم وهذا الحشد. اتيحت فيها الفرصه لكل الطيارات وكل الفصائل السياسيه انها تتحدث وتتكلم. الكلام كان أريحية مطلقة، ما فيش قيود على الكلام، كل اللي تحدثوا ومنقول على الهواء مباشرة وعلى الهواء، وكل اللي تحدثوا لكل القنوات يعني كل اللي تحدثوا اتكلموا في كل حاجة، ما فيش حاجة كانت محظور الكلام فيها، ودي في حد ذاتها سابقة. ده بيؤكد برضو ان احنا كنا لما بنتكلم حتى هنا في البرنامج لما بنيجي بنقول الوقت طول والحوار بقى له سنة تأخر انا حتى كنت بسميها بقول البطء المستنير، يعني البطء المستنير يعني شلنا بطيئة، هي بطيئة بس يعني بنحاول نوصل لها. ودي وضحها المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان، إن قال لك احنا بنحاول نبني جسور الثقة ونمد ونعمل نصل إلى حالة التوافق. عمرنا ما هنصل إلى إجماع تام طالما في قضايا اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو أي حاجة، على يعني زي ما بيقولوا السيد الرئيس قال في كلمته الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، لكن مش هنوصل لمرحلة الإجماع التام لأن في تيارات مختلفة باتجاهات كل واحد ليه فكر، سواء فكر سياسي أو فكر اقتصادي معين هو بينتهجه، فبالتالي احنا بنحاول نوصل لمرحلة التوافق. لو وصلنا ان احنا نحقق ونخرج من هذا الحوار الوطني ب 60% او 70% مخرجات قويه تصل الى قوانين وتصل الى اصلاح سياسي واصلاح اقتصادي واجتماعي يرضي المواطن في الاخر، لان الهدف من كل الكلام ده هو ارضاء المواطن، مش ان انا ارضي الحكومه او ارضي الفصائل السياسيه، الهدف ان انا اصل الى رضاء المواطن عن الحاله والكيفيه التي تدار بها البلد. طيب حضرتك قلت في الوسط كده في وسط كلامك ان انا حزب المؤتمر قدم مقترحات، كانت عن ايه؟ يعني نعرف بس. مقدمين في كل الملفات، يعني اضرب مثلا احنا عندنا الملف السياسي، والناس بتقول لك يعني احنا لما قسموا امانه الحوار الوطني قسمت لقينا ان المحور السياسي واخد حوالي 29% والمحور الاقتصادي عدى بقى 37% والمحور الاجتماعي 34%، وده كان شيء طبيعي ان يستحوذ المحور الاقتصادي على زخم من المقترحات نتيجه الحاله السياسيه الحاله الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد وعدم استقرار سعر الصرف والغلاء والتضخم، فده اللي رفع المحور الاقتصادي شويه، لكن في الاخر المحور السياسي مهم جدا، وان الحوار السياسي الحوار الوطني لابد ان يكون حوار سياسي، لان القرار الاقتصادي او القرار الاجتماعي او اي قرار بيصدر من حالة سياسية، يعني سواء من رئيس الدولة أو من البرلمان أو من رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء أو الوزراء، فدول كل دول سياسيين، فبالتالي احنا مهم جدا أن يكون لدينا إصلاح سياسي قوي ومتماشي مع الإصلاح الاقتصادي. الإصلاح السياسي طبعا احنا مقدمين مقترحات في الأحزاب، تغيير قانون الأحزاب لأنه عفى عليه الزمن من سنة 77 40 لسنة 77،
في مباشرة الحقوق السياسية النظام الانتخابي هناك عدة آراء مقدمة ما بين القائمة المغلقة والقائمة النسبية، القائمة المطلقة والقائمة النسبية، القائمة النسبية المشروطة ولا غير المشروطة، هل هذا النظام يسمح للبلد؟ ده محل نقاش زخم فيه ما بين الأحزاب. في لجنة الحقوق ضمان الحقوق العامة والحريات فيها موضوع مهم جدا مستحوذ على نسبة، يمكن هي اللجنة دي 28% جوه المحور السياسي، الأحزاب السياسية يمكن أقل، حتى لجنة المحليات اللي موجودة 17% ولكنها تمثل مثلا المحليات تمثل حوالي 60% من المواطنين يعني. فموضوع الحبس الاحتياطي وضمانات الحريات محطوطة، القضايا الجدلية اللي في المجتمع. طبعا يعني. وهو هناك في مقترحات مقدمة، حتى في لجنة مشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، قانون الإجراءات الجنائية من سنة 1950 وجرى عليه عدة تعديلات فأصبح برضو مشوهة. فبالتالي مطلوب أن يبقى في قانون إجراءات جنائية جديد يعالج ويتماشى مع روح العصر الموجود، هيعالج موضوع الحبس ويبقى في بدائل للحبس الاحتياطي. عندنا تطور تكنولوجي، ممكن تحديد إقامة وتبقى متابع إلكترونيا، يعني في حاجات كتير جدا ممكن تتحط. تنسيق شباب الأحزاب مقدمة مشروع، الأحزاب مقدمة مقترحات، الدولة نفسها مشكلة لجنة مع وزارة العدل لبحث هذا الموضوع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من فترة، هي اللي بدرت بإطلاقها الدولة، وبالتالي إحنا بنراعي هذا الموضوع. ده فيما يتعلق بالمحور السياسي. المحور الاقتصادي في الحوار الوطني فيه 8 لجان لأنه خد زخم جامد، لكن إحنا بنلخصها أن إحنا عايزين علاج سريع. فالعلاج السريع عايزين منه إيه؟ أولاً ضرورة استقرار سعر الصرف، حكاية أن إحنا في سعر في البنك وسعر موازي بره، ده عامل نوع من الجدل ونوع من عدم الاستقرار في السوق وفي الاستثمار. المستثمرين كلهم مش قادر أنا أعمل دراسة جدوى مشروعي فعلاً، لازم يكون عندي حاجة ثابتة أحط عليها، هل الدولار هيفضل موجود؟ هل في تعويم تاني ولا ما فيش؟ الدولة طبعاً بتجاهد إنها تبقى في نوع من المرونة في سعر الصرف، ولكن ثبات سعر الصرف نفسه المطلوب إن إحنا نقضي على السوق الموازي. فنثبت احنا كنا قضينا عليها فترة لو تفتكر، هي دي فترة لازم تكت هتحصل نتيجة عدم توافر السيولة الدولارية. احنا لو وفرنا ونجحنا ان احنا نجذب الاستثمار وخطة طروحات الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة، جذب المستثمرين هيخلي نوع من ضخ العملة الصعبة هنا في مصر، والمستثمر مش هيجي الا اذا وفرتي له مناخ جذب الاستثمار، وفرتي له استقرار في سعر الصرف. قانون الاستثمار لازم يتعدل، طريقة تأسيس الشركات، طريقة ضمانات وحوافز الاستثمار، حتى بعد التعديلات اللي حصلت عليه اتعمل 100 تعديل بالزبط. على القانون آخر حاجة غيروا اسمه حتى سموه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ولكن التطبيق العملي بتاعه بيخلق إشكاليات. النهاردة عشان يجي المستثمر يأسس شركة ما هوش عارف هيمشي على أي نظام، بيتفاجئ ان تطلع قرارات تعدل الموضوع. فبالتالي احنا مطلوب ان احنا نحط الوقت اللي بتستغرقه الشركات، الموافقات اللي بتاخدها تأسيس عشان في مستثمرين اجانب، كل ده بيعطل. يعني ابتدت في دول جنبنا تجذب المستثمرين انك تروح تاخد الشركه في 3 أيام وتبدا تشتغل لو عايز تشتغل. فالموضوع احنا لازم نتماشى مع الجو العام والمناخ اللي مسيطر حوالينا اللي بيحاول يسحب مننا الاستثمارات ويخليها عنده. هو نجح يعني نجح في فتره انسحب استثمارات، وثيقه سياسه ملكيه الدوله دي كانت مطلوبه من ضمن الحاجات اللي كانت مطلوبه من البنك الدولي وعشان موضوع القروض اللي عندنا. فطبعا اتعملت بذكاء شديد، الطروحات الحكوميه للشركات الحكوميه محطوطه، ولكن اليات الطرح لازم تعلن بشفافيه مطلقه. مدة الطرح هتبقى امتى؟ انا هبدأ بأنهي شركة واقول الشركات دي حجمها ايه ووضعها ايه، واعلن اتكلم مع الناس عشان المواطن العادي والمستثمر المصري والمستثمر هم كلهم بيتكلموا مع بعض. اللي بيجي مصر ما بيجيش يجي يدخل على وزارة الاستثمار او يجي على الهيئة العامة للاستثمار، لا ده بيسأل الاول عندكم ايه الاخبار، الدنيا عاملة. ان ما لقاش انطباع جيد ولقى فيه المستثمر المصري، لو انا حليت له مشاكله وساعدته هو اللي هيجذب المستثمر الاجنبي. انا ما الاقيش المستثمر المصري بيهرب بره والمستثمر الاجنبي هيجي لي،
فبالتالي هنا ده المحور الاقتصادي فيه قضايا كتير جدا. موضوع التضخم وغلاء الاسعار ده بند واحد محطوط واخد زخم كتير جدا. المحور المجتمعي، قضايا التعليم، قضايا الصحه، الزياده السكانيه، المشاكل الاسريه، الطلاق، يمكن هو اول حاجه في المحور المجتمعي هتتناقش يوم الاسره. لا اللي هي مشاكل الوصايا على المال، واحنا قلنا يعني هذا الموضوع حاطينه في اول اسبوع في المحور المجتمعي، اللجنه بتاعت فده مهم جدا انه يتناقش. يعني شفنا تاثير الدراما وشفنا المسلسل بتاع منى زكي والمشاكل اللي بيعانيها في فده هيحل مشكله ازمه. موضوع الطلاق هيتناقش، الحاجات دي كلها هتتناقش في اللجنه، زي ما قال الاستاذ طلعت عبد القوي، لجنه النقابات والعمل الاهلي والتعاونيات. لضرورة ان يكون هناك قانون موحد للتعاونيات. التعاونيات دي التعاونيات بنقصد فيها النقابات عشان نوضح. لا التعاونيات دي اتحاد تعاوني، ده عدة اتحادات تعاونية انتاجية وزراعية وسكانية يعني عدة، كل جهة ليها قانون لوحدها، لكن هم حجمهم ايه؟ زي النقابات المهنية، زي ما موجود نقابات في اتحاد تعاوني. دي فصيل موجود في مصر قوي جدا، ويشكل يعني لو تم توحيده في قانون واحد هيشكل دعم للدولة وهيدي تأثير جامد للدولة. العمل الأهلي نفسه، قانون العمل الأهلي والجامعات الأهلية، يبقى في مرونة، الجامعات تاخد الدعم بتاعها ازاي، التمويل الأجنبي اللي بيجي ازاي هنسيطر عليه وازاي هندخله ونسمح بيه، ما نقفلهوش خالص ولا نفتحه خالص. ففي حاجات اشكالات كتير، اعتقد ان الحوار الوطني يعني هينتج عنه قرار، لانه لازم لو خرج بلا قرارات هيدينا هيبقى في اشكاليه. كمان لازم يتعمل له سقف لنهايه هذا الحوار الوطني، ما يبقاش زي بقى الفتره الاولانيه، احنا بدانا فلازم نقول احنا هنخلص في خلال 6 شهور كده او ان شاء الله زي. ان شاء الله. بس من سرد حضرتك للي قلته ده بشعر انه كثرة القوانين بيحصل تضارب ما بين القوانين الكتيرة، يعني احنا محتاجين زي ما نقول ايه نستف ورقنا، يعني انا بقول كدولة يعني نستف ورقنا، نستف قوانيننا، ما يبقاش في كذا قانون وده بيضرب مع ده وده بيضرب مع ده، ده غير طبعا البيروقراطية اللي موجودة في الدولة. يعني هو في حاجة مهمة جدا احنا بنقولها، الأثر التشريعي للقوانين. في موضوع مثلا زي المحليات، قانون الإدارة المحلية لما يصدر هذا القانون متعارض أو متداخل مع عدة قوانين أخرى، قانون البناء الموحد بتاع الإسكان، قانون التصالح، قانون انتظار السيارات، قانون المحال العامة، يعني في 7-8 قوانين بيدوروا حوالين قانون المحليات. يبقى لما أجي أعمل القانون الجديد أشوف الأثر التشريعي للقوانين دي عليه والتداخل بينهم قد إيه عشان أوحد، ما جيش الاقي ده بيقول لي حاجه والقانون ده هيقول لي حاجه تانية. فهنا مهم جدا واحنا شغالين في الحوار الوطني ان احنا لما نيجي ندخل القوانين للبرلمان تكون اتناقشت في لجان مجتمعيه، وده يعني دي جلسات استماع مفتوحه عشان ما ناخدش وقت اكتر. طبعا انا هاخد حته مهم جدا ان هم تداركوا موضوع المصريين في الخارج، حضرتك قلتها في الخبر وهذا مهم جدا، المصريين في الخارج ليهم دور كتير وهم مؤثرين على المستثمرين الاجانب. صحيح. فبالتالي مقترحاتهم مهمه جدا، نشوف الناس بره بتقول ايه، الناس بره اللي في غربه دي حاسه بايه، عايزه ايه، نساعدهم ازاي، هم اللي هينقلوا صورتنا للمستثمرين سواء كانوا عرب او اجانب. طيب خليني انتقل الى الشان العربي والدولي. أنا عايز أخد الأول من الشأن الدولي اللي هو روسيا، الأزمة الروسية. أكد ديمتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين أن التعديات على الممتلكات الروسية في الخارج غير مسموح بها، وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة إن أي تعديات سواء على حق الملكية الخاصة أو الحكومية أو الشركات الروسية هو تعد في كل الأحوال، مشددا على أن هذا غير مسموح به إطلاقا، وأضاف قائلا من الضروري في كل الأحوال النظر بما سيقدمه من يتعدى كمبرر، مشددا على أن بلاده ستدافع عن مصالحها بكل استطاعتها ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك. يعني ديمتري بيسكوف يعني التصريح بتاعه ده بالتعدي على الممتلكات الروسية في الخارج، بالتالي ده جاي متأخر شوية، هم بقالهم شوية بيتعدوا على حاجات كتيرة، يعني وقف أرصدة في بنوك وتعدي، يعني الحرب واخدة الشكل ده منذ بدايتها من سنة. يعني
اعتقد هو يعني يمكن اللي جدد الموضوع ده ان كان في اجتماع الاسبوع الاجتماع غير رسمي الاسبوع الماضي مع وزراء الاقتصاد والماليه في الاتحاد الاوروبي مع محافظو البنك البنوك المركزيه بمشاركه وزير الماليه الاوكراني، وبيفكروا ان هم يبداوا ياخدوا الفلوس اللي تم تجميدها. هي القانون بيجمد، والقانون الدولي يعني ممكن تجمدي لكن ما تصدرهاش او تستولي عليها لان ده مخالف للاعراف والقوانين الدوليه. فهم كانوا بيفكروا الاوكرانيا بالطالب ان يتم تحويل هذه لاعمار اوكرانيا بس دي اتقالت من زمان، ما اتقالت بس هي يمكن في اول الحرب لو اللي جدد هذا الموضوع. الاجتماع كان الاسبوع اللي فات اجتماع غير رسمي، يعني كان اجتماع ودي يعني بشكل ودي، واتقال فيه الكلام ده. فده اللي خلى روسي، لكن الرئيس الروسي عمل وقع مرسوم في بدايه الرد على المصادرات، وابتدى يشوف الاموال اللي عنده الامريكيه. في مطالبات سويسرا رفضت، القانون السويسري قال لك لا انا ما عنديش ان انا اقدر. الكونجرس وفي بريطانيا بيفكروا ازاي يجدوا حلول ان هم ياخدوا الفلوس يحولوها للاعمال، لان القانون بيحظر عليهم هذا الكلام. برضو وزيرة الخزانة الأمريكية كانت طلعت وصرحت قالت إن أنا مهم جدا إن أنا أعرف أشوف تأثير ده على العملة الدولارية بتاعتي. ما أنا لو حسيت إن أمريكا بتاخد الاحتياطي بتاعي اللي عندها وتجمده وتاخده وتستولي عليه، ما أنا هبطل أستثمر وهلجأ لقصص تانية، في ظل طبعا تنامي مجموعة البريكس والصين داخلة بتقل وداخلة بحاجات تانية. فهذا الموضوع طبعا هيدينا نوع من القلق. الرد الروسي على هذه الموضوعات لازم يتحسب. فطبعا هما روسيا بتخوف، بيجدد كل فتره تطلع تصريح من الكرملين يقول انا هعمل واسوي لو عملته كذا، بيخوفهم ووقفهم. رد الفعل الروسي مش هيبقى سهل. صحيح صحيح، ولسه الموضوع هي عمليه يعني. ضغوط اقتصاديه على الجانبين، روسيا بتضغط على امريكا وامريكا بتضغط على روسيا، وكله قاعد يعني ايه بيحاول يصل الى نتيجه لاضعاف القطب الروسي. بس من الواضح ان الحرب مستمره لسه، يعني مستمره ومش هتوصل مش هتوصل لحل. دكتور رضا فرحات محافظ الاسكندريه والقليوبين الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم. الله يخليك. عفوا. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافه النهارده. هروح لفاصل، وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم برنامجنا.